ينصح خبراء بحسب واشنطن بوست بعدم اتخاذ الخطوات بناء على مخاوف الركود التي يمكن أن تضعك في وضع أسوأ من الناحية المالية، خاصة وأن فترات الركود لا تدوم إلى الأبد. فيما يلي عزيزي المشاهد سبع نصائح لحماية نفسك سواء كان الركود سيناريو محتملا أم لا. أولاً، لا تخف السوق الهابطة، ما عليك سوى تغيير وجهة نظرك قليلاً والنظر إليها على أنها فرصة إذا كنت مستثمراً طويل الأجل. ثانياً، لا تحاول تحديد توقيت التسويق، فقد يرغب الكثير من الأشخاص في الخروج من سوق الأسهم أو تقليل ما يستثمرونه حتى تتحسن الأمور. هذا هو تعريف محاولة توقيت التسويق. تقول واشنطن بوست إنه من المستحيل معرفة أفضل وقت للخروج ومتى يمكنك العودة إليه. ثالثا، تخلص من ديون بطاقتك الائتمانية الآن. رابعا، مدخرات احتياطية، ادخر إذا كنت تمتلك أموالا إضافية لأن الركود يمكن أن يغير ظروفك بسرعة، وإذا لم يكن لديك صندوق طارئ فكر في إلغاء العطلة أو تأجيل أي شيء غير ضروري. خامساً، إنشاء نسخة احتياطية لصندوق الطوارئ بالإضافة إلى وجود صندوق لظروف مثل للركود. توصي كريستين بيرنز مديرة التمويل الشخصي لشركة مورنينج ستارز بمعرفة المكان الذي قد تذهب إليه للحصول على أموال إضافية إذا كنت في حاجة إليها عند الضرورة. سادساً، وقبل النقطة الأخيرة، لا تقلل من قوة السندات، وهي عنصر أساسي في المحفظة الاستثمارية، خاصة للأشخاص الذين هم في سن التقاعد أو على وشك التقاعد. سابعاً، احصل على عمل جانبي حتى إذا لم تكن بحاجة إلى المال في الوقت الحالي، كما تقول واشنطن بوست.